الثقافي بالعرائش على احتفائها بهذه المجموعة وعلى احتفائها بهذا المسار المتواضع الممتد لمدة ربما 15 سنة منذ 2001. أشكرهم على الالتفات الطيبة والجميلة في الاحتفاء بالمبدعين المحليين الذين عاشوا في دروب هذه المدينة واحتضنتهم مؤسساتها الثقافية السابقة، نادي الموظفين وجمعيات أخرى ثقافية، والآن جمعية فضاء الثقافية فلها كل الشكر لرئيسها الأستاذ عزيز القنجاع وللأستاذة لمياء على هذه المبادرة الجميلة تجاهي وتجاه كل المبدعين الذين يعني ينتمون بشكل أو بآخر لهذه المدينة. هو لقاء أعتبره لقاء تشجيع ولقاء مساندة ولقاء دعم معنوي. سأعود إلى تطوان وأنا محمل بالكثير من جرعات للتفاؤل، من كثير من جرعات للمضي قدما في طريق الإبداع، خاصة ومع هذه الوجوه الجميلة التي يعني أتت لحضور هذا اللقاء سواء من طنجة سواء من تطوان أو من العرائش هنا. فلكم مني كل الشكر وللأصدقاء الأدباء الذين النقاد الذين تتلمذنا على نصوصهم النقدية يعني منذ ما يزيد عن 50 سنة، شيخ القصة ونقدها سي نجيب العوفي، له مني كل التقدير على يعني على كلماته الرقيقات الجميلات، والشكر كذلك للأستاذ الناقد العربي سعيد يقطين على هذه الإشهارات المميزة والذكية بخصوص المجموعة، وكذلك للأستاذ الناقد الذي نتمنى له صحة متجددة وهو يخرج من أول لقاء ثقافي من سنة ليشاركنا هذا اللقاء. معتز بمشاركتك معنا في هذا اللقاء السيد محمد معتصم، والشكر كذلك للأستاذ مصطفى الورياغلي على قراءته العميقة فعلا لهذه المجموعة والتي استفدت منها وجعلتني أنتبه لأشياء يعني جديدة في هذه المجموعة، وشكرا لكم. تجدد الانتباه نص قصير بعنوان مجيء متأخر. لم أكن أعرفها لكني تمنيت بشدة لو كنت كذلك. كانت رغبتي هذه تزداد كلما عمت الظلمة المكان، أو كلما ولجت مكانا مظلما لكونها كانت تتبدى لي أكثر وضوحا وأكثر إشراقا. لم أكن أعرف اسمها، ولم أكن أملك جرأة القيام بمحاولة للبحث عنها، فأطلقت عليها اسم مريم، وهو اسم زوجتي بالمناسبة التي أشكرها يعني على حضورها بيننا الآن. قلت لا بد أن اسمها مريم، وإن لم يكن كذلك فهو مرام على سبيل الحصر. المهم أني وبإصرار عجيب خمنت أن اسمها يبتدئ بحرف الميم، هل لكونه أول حرف تعلمته قبل 3 سنوات؟ أول حرف تعلمته أطلقته على أول وجد يشتعل في القلب، لست أدري، الأمر مبهم ولست متحققا من كنهه، فكيف لي أن أشرحه أو أفسره؟ كانت ترتدي وزرة ناصعة البياض، بياض مبهج، غير أن لوجهها بياضا نادرا لم أرى مثله من قبل، ربما يشبه بياض الحليب الأول الذي رضعته في شهوري الأولى. كانت مريم تسوي شعرها في شكل ضفائر تختلف تشابكاتها من أسبوع إلى آخر، فكان يوم الاثنين يوما مختلفا بالنسبة إلي،
إذ كنت أسارع خطايا من البيت إلى ساحة المدرسة رفقة المصاحبين من رفقائي في الحي الذين يدرسون في المستويات الأعلى لأتمكن من رؤية شكل ضفيرتها الجديد. كنت أصدح بصوت عالي بالنشيد الوطني وعيني على ضفيرتها. قالت: لقد تأخرت في المجيء. قلت: لم تكن الطريق سالكة، كما أني لم أنم البارحة مبكرا مما جعلني أستيقظ متأخرا وبصعوبة. أضحك لكوني جعلتها تتوهم أني فهمت كلامها على نحو مغاير. تضحك هي أيضا وينقطع الحديث كما انطلق بشكل لا متوقع وفجائي. لم يكن حوارا حقيقيا بل حوارا متخيلا آمل أن يتحقق ذات صباح ولو بصيغ أخرى. تأخرت في المجيء، قالت. قلت بلهفة لا يخطئها القلب: هل فات الأوان؟ ليجيبني الصمت، صمتها الذي يشبه بياضها النادر. آه، لو يكتب لي عمر جديد أطرزه بما أشتهي، أجعلها زميلتي في نفس القسم، أجلس بجانبها في نفس إلى نفس الطاولة، أتقاسم معها الممحات والطبشورة وغضب المعلم، أتبادل معها تحايا الصباح المبتهجة باللقاء وتحايا المساء المبتئسة بالفراق، أتبادل معها الكتب والحكايات ولما لا قبلة مسروقة في منعطف ممر ما من المدرسة حين نفتعل مع بعضنا البعض استدارا خفيفا. حينها لن تقول لي لقد تأخرت في المجيء. تضحك ضحكتها المموهة، فهي تقصد مجيئي إلى الدنيا، إذ هي تكبرني بسنتين وتسبقني دراسيا بموسمين. شكرا. بسبقية تلك النصوص، ولكنها يعني النصوص كلها بعيدة عن السيرة الذاتية، ويعني ربما أن ضمير المتكلم استعمال ضمير المتكلم وتضيف كثير من النصوص المعنوية هو الذي علق هذا الإيهام عند القارئ بأن الأمر يتعلق بنصوص السير الذاتية. شكرا.